أوه يا له من جمال! اتضح أن لدي آيس كريم رائع! أوه، يبدو أن شخصاً ما يرن الجرس! سأفتح! واو، أريد الآيس كريم بالفعل! وأنا؟ أنا قلت أولاً! لا، أنا أريد! أعطني! من أعطاكم الإذن لأخذ الآيس كريم خاصتي؟ أهلاً، سوف أعلمكم درساً! حان وقت التحدي! على هانوم! أساس أول آيس كريم هو باسكن روبنز المفضل لدي! كرة واحدة كافية! ولتعليم الفتيات درساً سأضيف السمك المعلب! أوه، يا لها من رائحة! من رؤيته فقط أشعر بالمرض! والآن أضيف هذا البصل إليه! رائع! تبقى صب الخليط في آلة الآيس كريم خاصتي للحصول على نتيجة مذهلة! واو، خلاب! وماذا إذا وضعت بعض الأعشاب البحرية؟ ها، لا أطيق الانتظار لرؤية ردة فعلهن! أتخيلها! حسناً، في المرة الثانية سأشعر بالشفقة وأصنع مخروطاً لطيفاً من الفاكهة! الجميع يحب التفاح والموز! آه، يا لها من رائحة! سأدع الفتيات يستمتعن! أرش رقائق الشوكولاتة على الآيس كريم! سوف تبهجهم بالتأكيد! جاهز! هيا يا فتيات! هل يمكنني أن أكون الأولى؟ يا لك من جريئة! هيا! أوه، يبدو القرن لذيذ! أنا محظوظة! حسناً، كيف؟ هل أحببتيه؟ نعم جداً! سررت به! إنه مذهل! أريد لعق أصابعي! شهي جداً! أرى ذلك! شكراً سوزي! الآن حان دورك يا كيت! أخيراً! أتمنى أن أكون محظوظة أيضاً! أوي! هذا الآيس كريم لا يشبه شيء لذيذ أبداً! مقرف! لكن لدي فكرة! لا يهم أي فكرة لديك! سوف تأكلي! نعم، سأفعل ذلك بسرعة! أبا! الشيء الرئيسي هو مضغه جيداً! آه يا أمي، سوف يغمى علي! أوه، لقد ذهب! لكن أنا أشعر بالبرد! أوه، أنت مجمدة! أوه، لدي فكرة! لدي وشاح دافئ! سوف يساعدك على الدفء! أوه، شكراً لك! أشعر بتحسن! نعم، هذا رائع! في الجولة الثانية، لن تتجمد الفتيات حتى لو رغبن في ذلك! لأنني سأضع الفلفل الحار والسلامي مع الآيس كريم! ستكون قنبلة نارية! أخلط كل شيء معاً وأتذوقه الآن! أوه نعم، كنت على حق! أفضل مما كنت أظن! أيها الفتيات، مستعدات؟ أسكب المزيج! وهذا القرن يبدو لطيفاً جداً عندما لا تعلمون ماذا في داخله! سأرش المكسرات، ولن يشك أحد في أي شيء! هنا أضعه! الآن سأتناول آيس كريم الشوكولاتة، وأضيف دوناتاً حلوة إليه، وأيضاً شراب الشوكولاتة! سيكون مذهل ولذيذ! وهنا هذا البوق المختلف تماماً! رقائق جوز الهند ستكمل هذه اللذاذة الرائعة! أريد أن أكله بنفسي! وهو جاهز! أضعه هنا! أوه، هناك أشياء جيدة! لكن أنا أخاف! ابدأي أنت! حسناً، تمني لي الحظ! حظاً سعيد! يبدو غير عادي لكن لذيذ! رائع! أوه لا، انتظروا! فمي يحترق! كم هو حار! نار! ساعدوني، لا أستطيع التوقف! ستحرقين كل شيء هنا! أوه، هل أنا على قيد الحياة؟ يبدو نعم، لكن ماذا فعلت في وجهي؟ آسفة، أعذريني، لم أقصد ذلك! انظري ماذا فعلت! لكنك ستحصلين على آيس كريم لذيذ! حسناً، أنا أسامحك! بفضلك، أنا أعلم أن لدي ضيافة لذيذة! أوه، ماذا حدث لقرني؟ ذهب كل شيء! أي اللعنة! آسفة! إذن، وقت العمل! هذه المرة سأصنع آيس كريم رائع للغاية مع برجر وبطاطس مقلية!
خدعنا البرجر والبطاطس. وآسفة يا فتيات، سوف أضيف أيضاً الزيتون. أنا أحب المقالب. ولمفاجأة الجميع، سأرش المخروط بحبوب القهوة. لا أعرف إذا كان طعمها جيد. دعونا نتحقق من ذلك. أعتقد لا. ماذا سنضيف إلى القرن الثاني؟ الآن سنفكر في شيء. أعتقد أنني سأضيف الصبار. فكرة عظيمة. وأيضاً سأضيف بعض الأعشاب وبيض نيء. أعتقد سيكون صعب جداً. هذا لصديقاتي، لا أبخل عليهم أبداً. هذا المزيج لم يجربه أحداً من قبل، خاصة مع بعض الديدان. يا لها من فكرة رائعة. هذا فقط رعب محض. سوف أعد. 1، 2، 3، 4. أنت تبدأي. حسناً. أوي يا أمي، ما هذا ديدان؟ هذا مرعب. أنا بالتأكيد لن أكله. هل تريديه؟ لا، خذيه بعيداً. لا تتهربي، هيا كلي. حسناً، يجب أن أفعلها. فوه، كم هذا مقرف. إنهم يزحفون داخل فمي. حاولي مضغهم، ربما هذا يساعد. أحسنتي. لماذا تضحك؟ إنه دورك الآن. حسناً، لا تنزعجي. لا توجد ديدان. يبدو أن بوقي طبيعي. سأتذوق. أوه، حبوب البن مثيرة للاهتمام لكن ليست جيدة. أشعر بالشوكولاتة. ماذا؟ أريد أيضاً. خذي. بالطبع لن أعطيك، إنه تحدٍ. لدي فكرة رائعة لهذه الجولة، سوف تدهش الفتيات. كرة من الآيس كريم بالإضافة إلى الجيلي الأزرق والمحار. ما رأيكم بهذه الفكرة؟ أعتقد أنها نارية. لا أستطيع الانتظار لمعرفة كيف ستأكله الفتيات. من الجيد أنني لست مضطرة لتناوله بنفسي، لكنني سأقدمه للفتيات. أضيف بعض التراب إليه. أتخيل ردة فعلهم. فو. لا تسترخوا يا فتيات، سيكون الآيس كريم القادم أصعب بالتأكيد. أولاً كرة من الآيس كريم أضيفها. لنرى ماذا يوجد في سلة المهملات. موزة أكلتها بالأمس وتبقت القشرة. فكرة رائعة. وقلب التفاح. وسأملأ كل شيء بالحليب حتى لا تظهر الرائحة الكريهة. على الرغم من غير المرجح ألا تظهر، إنها مقرفة. يا له من لون، انظروا فقط. والآن رشات من البازلاء ستكون مقززة. بسرعة خذوه، لا أستطيع التنفس. ما سيكون المحظوظ؟ كيت، هل تمانعي إذا بدأت؟ لا، إنه دوري. أحب الآيس كريم لكن ليس المقرف. طلبت ذلك لنفسها، هيا كلي الآن. لماذا؟ فو، هذا مقزز. لا تكرروا أبدا هذا. الآن سأجرب وأتظاهر بأن شيئا لم يحدث. مضحكة، غير محظوظة. هيا كلي. بما أنك لست محظوظة، إذا لدي شيء لذيذ. لذيذ تقولي؟ توقفوا، لم نتفق هكذا. علي أكله. أوه، رائحته كريهة جدا. سوزي، ماذا وضعت فيه؟ كنت تتفاخري. هيا كلي خاصتك. هل رأيت ماذا حدث لوجهك؟ بسرعة قوموا بوضع إعجاب واشتراك على قناتنا حتى لا تفوتوا مقاطع فيديو من فتياتنا. نحن نحب المرح والتجارب. نراكم في الفيديو التالي.